صح شيبتكم وربي يتقبل سيابكم، ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم اليومي حديثنا قياس. حديثنا قياس اللي مش يرافقكم بإذن الله يوميا على قناة القلم الفضائية طيلة شهر رمضان المعظم. ومناسبة بداية هذا الشهر الفضيل اسمحوني أن نقول لكم إن شاء الله رمضانكم مبروك، وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. الوالدين الموجودين على قيد الحياة نعمة ما يعرف بالحق قيمتها وقدرها وعزها كان اللي فقدها، والوالدين وطاعتهم والجري في حظوظهم باب من أبواب الجنة، ولكن هات شكون يفهمك. وأحنا ساعات نشوفوا مظاهر من بعض الأبناء تقول بعدها خسارة فيه، هيك الوالدين الغاليين. نلقاو اللي يبكيهم واللي يفضل مرته عليهم واللي يضربهم واللي يعيط عليهم واللي يتقلق من طلباتهم واللي ما يحبش يصرف حتى فرنك عليهم واللي ديما مغشش في وجوههم وما يستخسرش فيهم حتى تليفون باش يكلمهم وإلا شوية من وقته باش يطل عليهم. والقائمة ما زالت طويلة، وربي يهدي الذرية. وفي صلب موضوعنا هذا خلينا نتفرجوا على الحكاية ونرجو بعدها نكملوا حديثنا. أهلا وسهلا، مرحبا. شي حاجة؟ شو تحب؟ قرماشي؟ بلونة؟ أي دلدي أي فضل. أحسن سلعة في العالم هذه، اشتري ما تندمش. رد بالك، يعطيك الصحة. شدي هاتي ارحم الوالد. كثر عليك يا سيدي، أدست بها. أي كاكي 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 قرمشي شيبس، كاكي قرمشي شيبس. فرح ولدك يا مدام، فرح صغيرك يا مسيو. كاكي يا قربة شي شيبس، فرح ولدك يا مدام واللي بيوع. والله تعبت يا وليدي، سقايا ما عادش فيه. قلت لك خليني في الدار وامشي اقضي قضيتك وحدك. ماني قلت لك يا امي راني ما نفهمش في الاسوان، تعرفش كيفاه؟ اقعد انت هوني ارتاح، وانا تو نمشي نقضي قضيتي ونرجع لك. وكي طبت علي ما نبطاش ورسمني انت لنبطاها. شد الورقه، كان وخرت عليه وريه الاول واحد عاد فيها نمره يكلمني عليه. باه عايش ولدي. فهمنا. عايش عايش ولدي. سلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي تفضل حاج، هاي شريبة ماء باردة بالبهاريك. يعيش ولدي. تفضل. يربيك من حظ النبي. عيش. بس ايش نقعد بحذاك؟ تفضل. عيش. ايوه. صح وبش فليك يا حاج. عيش ولدي. نجم نعاونك في حاجة؟ أنا من الصباح نشوف فيك وحدك لهنا. لبسمة؟ وليش باش نقول لك يا وليدي، ولدي مشى يقضي وخلاني هنا نستنى فيه باش ما يتعبنيش. اما كاين نبطه شويه، قال لي ربيع ساعه نقضي لك قضيتك ونجي. باش يجي عادي يهزني بحذاه نشوف ولده ونتعرف على مرته. انا البلاد هذي عمري ما جيتها. بطول عمرك ان شاء الله يا حاج. عايش ولدي. عايش. باهي تحبش نكلموه نطمنك عليه؟ عندكش نمره تليفونه انت؟ والله يا وليدي أنا ما نفهم حتى شيء، لا نعرف لا نقرأ لا نكتب. أما هاو خلالي ورقة فيها نمره متاع التليفون، قال لي إذا استبطيتني أي واحد يتعدى أعطيه له يكلمني وأنا أقول لك إيش تعمل. باه هاي البرشة.
هيا سيدي الولد هذا طلع يحب يرتاح من أمه ومش ماشي يقضي قضيات ويرجع لها كيما قللها. وزعما قداش من ولد كانت عنده نعمة الوالدين بين يديه وضيعها. وزعما قداش من أم عندها برشا صغار ولكن عايشة وحدها، لا من يسأل عليها ولا من يقضي لها حاجتها. المشهد اليوم مش هو اللي نحبوه يكون حديثنا قياس، ولو أنه موجود في مجتمعنا وتحكي عليه الناس. حديثنا قياس نحبوه على اللي يقوموا بوالديه، على اللي يمشي وراهم في النهار ويمشي قدامهم في الليل. نحبوا نشوفوا الصغار اللي مهما كبروا يبقوا صغار في عين باتهم. نحبوا نشوفوهم هم يقوموا بوالديهم والقلب يضحك والتبسيمة تسبقهم، يعاونوهم على كبرهم ومرضهم ويهزوهم ويراعيوهم كيما راعاهم هما في صغرهم. نحبوا نشوفوا الصغار اللي يدخلوا الرحمة على والديهم حيين وميتين ويخدموا على رضاهم للدنيا والدين ويوسعوا بالهم على والديهم مهما كانوا معوجين. وللي غلطوا مازالوا والديه حيين كيما صحيبنا متاع ليلى، ونقولوا له الحق روحك قبل ما يولي الندم لابس روحك. الحق روحك وصلح اللي مازال ينجم يتصلح. والوالدين راهم قلبهم كبير ويسامحوا ويتنازلوا، وقبل على جبينهم تمسح عندهم غش سنين. وربي يحفظ كل بو وكل أم، وربي يرحمهم حيين وميتين، وربي يرضيهم علينا دنيا وآخرة، وربي يجمعنا بيهم في الجنة إن شاء الله بعد عمر طويل. حديثنا قياس وفال الليلة، نتلقاو غدوة الليلة إن شاء الله في حلقة أخرى وحكاية جديدة. ليلتكم زينة، تصبحوا على خير.